في الدارك ويب سمعنا عن خطف الأطفال وتعذيبهم، تجارة المواد الممنوعة واستئجار قاتل متسلسل، وأفعال بشعة كتير بيعملها مجموعة من المرضى النفسيين وبشر أقل ما يقال عنهم إنهم وحوش بشرية. ولكن ماذا عن عالمنا اللي بنعيش فيه؟ هل اللي بيحصل في الإنترنت المظلم ممكن يحصل قدامنا في أرض الواقع؟ هل السفاحين اللي موجودين في الدارك ويب ممكن يكونوا مجموعة من البشر اللي بنتعامل معهم بشكل يومي؟ وهل يا ترى النفس البشرية احيانا بتفقد انسانيتها وتتلذذ بألم الغير؟ الشعب الياباني بالكامل، ملايين المشاهدين بيستمتعوا ببث مباشر استمر لمدة عام واكثر لشخص واحد بيتم تعذيبه نفسيا والتلاعب بيه قدام العالم بأبشع الطرق اللي ممكن تتخيلها. القصة دي هي واحدة من القصص اللي اثرت فيها بشكل كبير جدا، ومن الممكن جدا ان هي كمان تسيب جواك اثر، ولكن المشاهد اللي هعرضها فاعذرني جدا عليها لاني حاولت بكل الطرق ان انا معرضش مشاهد بالقسوة دي، ولكن ما ينفعش القصة تتعرض ابدا بدون المشاهد دي. فلو انت قلبك ضعيف وحاسس ان المشاهد دي هتسيب جواك اثر نفسي على المدى الطويل، فتقدر ان انت ما تبصش عليها او تسمع فقط او تقدمها لو حابب. كمان في بعض المشاهد اللي مش هقدر اعرضها كاملة قدامكم على اليوتيوب، فهتلاقوني سايبها لكم في الانستجرام بتاعي، والانستجرام بتاعي ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي. طبعا النوع ده من الفيديوهات هتلاقيها موجودة في الانستجرام في الهايلايت ستوري اللي مكتوب عليها فيديوهات القصص. ولو حبيت تنشر الفيديو في كل مكان مع اصدقائك فده شيء يسعدني جدا. كمان ضغطك على زرار اللايك بيأكد ان المحتوى اللي انا احب اقدمه بالفعل بيفيدك وبتستمتع بيه. وبسم الله فلنبدأ. مارو مارو هو انت فين؟ مارو مارو انت اختفيت؟ مارو مارو هو انت جيت؟ مارو مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهاية المسلسل. عرض القفا هو مستك، مارو موسى يعني مستة، منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. اليابان مشهورة بالعروض التلفزيونية والمسابقات الخطيرة اللي بتعرض حياة المتسابق للأذى. ممكن يكون الأذى ده أذى جسدي أو أذى نفسي، لكن الشعب الياباني ما بيهمهوش أبدا المتسابق ده بيمر بإيه. أهم حاجة يجيبوا أكبر عدد من المشاهدين ويجنوا المزيد من المال. في واحدة من الشبكات الموجودة في طوكيو عاصمة اليابان تم عمل بث تلفزيوني بعنوان سونسو دومبشون. كان البث عبارة عن غرفة صغيرة مثبت فيها كاميرات في كل مكان وبعض الكتب والمجلات القديمة، ومن المفترض إن في شخص واحد هيتم اختياره عشان يعيش في الغرفة دي، وتعيس الحظ هيعيش أبشع لحظات حياته. أعتقد الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ده ممكن يكون فكرك بحاجة معينة. فكر كده معايا في الموضوع، غرفة ما فيهاش أي حد خالص، مثبت فيها كاميرات في كل مكان، شخص واحد بيتم تعذيبه بطريقة بشعة جدا. زي ما توقعت يا صديقي، لو أنت واحد من متابعين القناة وعارف سلسلة الدارك ويب كاملة فأكيد عرفت إن دي الغرفة الحمراء. فكرة المسابقة والتحدي هي بالظبط نفس فكرة الغرفة الحمراء. ولو ما تعرفش إيه هي الغرفة الحمراء فتعال أعرفك عليها عشان تشوف التشابه الرهيب بينها وبين المسابقة. الغرفة الحمراء بتكون عبارة عن غرفة فيها إضاءة حمراء خافتة، بتقف الضحية سواء كانت ذكر أو أنثى أو امرأة أو عجوز أو طفل. بيكون في بس مباشر بيدخل فيه مجموعة من الوحوش البشرية، بيدفعوا مبالغ مالية ضخمة وبيطلبوا من الشخص الموجود في الغرفة تنفيذ أوامر معينة، فبيبدأ الشخص ده في تدمير ضحيته حسب ما بيطلب الجمهور، وفي النهاية أكتر شخص بيدفع أكبر قدر من المال بيختار الطريقة اللي هيتم بيها القضاء على الضحية، أيًا كانت الطريقة ومهما كانت بشعة وقاسية، وطبعًا الشخص اللي موجود في الغرفة لازم ينفذ الأوامر بدون أي رحمة. نفس اللي بيحصل في الغرفة الحمراء وفي الدارك ويب حصل قدام ملايين البشر. كلهم مستمتعين تماما باللي بيحصل. الانسان حرفيا من جواه شيء مرعب. في يناير سنة 1998 اتعمل سحب بعنوان حياة الجوائز. اتقدم عدد كبير جدا من المتنافسين، ولكن في النهاية كان في فائز واحد وهو شخص يدعى ناسوبي. ناسوبي هو شخص ياباني كان حلمه يصبح ممثل كوميدي مشهور. ده كان شغفه في الحياة واللي بيحاول يوصله بأي طريقة. ناسوبي وجد نفسه قدام فرصة لا تعوض، وهي ان هو يظهر في برنامج تلفزيوني شهير بيتابعه العالم كله، واخيرا ناسوبي هيحصل على الشهرة اللي بيحلم بيها، ولكن التمن كان فعلا غالي. وجد ناسوبي نفسه موجود في غرفة صغيرة وحواليه عدد كبير جدا من الكاميرات، واول طلب اتطلب منه ان هو يخلع ملابسه بالكامل. تجريد انسان من ملابسه تماما قدام العالم هي بمثابة تجريده من الثقة، كأنك بالظبط نزعت منه كل شخصيته وثقته بنفسه، وما سبتش فرق ابدا بينه وبين الحيوان، كسرت كبرياءه ونزعت ثقته بنفسه، ومن النقطة دي هتقدر تتحكم فيه بكل حرية. جمع ناسوبي في الغرفة القليل من الماء وبوتاجاز صغير ومرحاض او حمام وبعض المجلات، او خلينا نقول عدد كبير جدا من المجلات، وعشان يفوز ناسوبي بالتحدي لازم يجمع اكبر عدد من علامات اليانصيب اللي موجودة في المكان، والعلامات دي بيجيله في اظرف صغيرة او موجودة حواليه في المجلات،
ولكن عددهم كبير جدا والحصول عليهم شبه مستحيل. الموضوع هياخد وقت ومجهود كبير جدا، لكن كل ما ناسوبي يعدي مهام اكثر هيحصل على اموال اكثر، ومجرد ما يجمع مليون ين او ما يقارب 9000 دولار امريكي هيقدر ان هو يخرج من الغرفة ويكمل حياته بشكل طبيعي. دلوقتي قواعد اللعبة وضحت تمام؟ اعتقد تمام. لكن اللي ما كانش واضح ابدا ان ناسوبي ما كانش يعرف ان هو في بث مباشر وهو عاري تماما قدام العالم كله، وكان معتقد ان البرنامج هيتم اخذ منه بس بعض اللقطات كل اسبوع وعرضها للناس، لكنه ما كانش يتوقع ابدا ان الناس قاعده وبتتفرج عليه طول الوقت. 17 مليون انسان قاعد بيتفرج على ناسوبي واللي بيحصل له في بث مباشر، والمسكين لا يدري اي شيء عن اللي بيحصل بره الغرفه اللي هو عايش فيها. تمام ما كانش مدرك ان هو هيتمنع تماما من التعامل مع البشر لاشهر كامله، وما كانش يتوقع ابدا قد ايه حياته هتكون صعبه وازاي هيتمنع من ابسط حقوقه كانسان. فاسمح لي دلوقتي يا صديقي اعرفك على حياه ناسوبي داخل الغرفه، وازاي بالفعل كان بيعاني معاناه شديده جدا، وازاي المنتجين دول قدروا ان هم يتلاعبوا بيه ويعملوا فيه ابشع الافعال اللي ممكن تتخيلها. كمان يا صديقي اللي مش هتتوقعه ابدا هو النهايه الماساويه لناسوبي، ابشع واقذر نهايه حرفيا ممكن تشوفها في حياتك. فاستعد لابشع ما قد تشاهده من الشعب الياباني وافعاله الغريبه اللي دايما بتصدمنا وكانهم بشر بلا مشاعر. في البداية تم عزل ناسوبي تماما عن البشر لعدة اشهر. الانعزال عن البشر خلق خلل في شخصيته غريب جدا، فربنا خلق الانسان بطبعه كائن اجتماعي لازم يتفاعل مع البشر، وكون ان الانسان ينعزل عن البشر لوقت طويل جدا فده هيغير نفسيته جدا واحتمال يصيبه بامراض نفسية خطيرة. وانعزال الانسان عن البشر لوقت طويل جدا هو شيء مرعب قادر على تحويله من انسان سوي لانسان مريض نفسيا، وعشان كده لازم دايما تتعامل مع البشر، تخرج وتقابل ناس جديدة. العزلة بزي ما هم بيحاولوا يفهمونا انها بتخلق عباقرة. العزلة بالفعل احيانا بتكون مفيدة لما تقعد مع نفسك ترتب اولوياتك وافكارك وتحاول ان انت تنتج حاجة جديدة، ولكن ده بيكون لفترة زمنية قصيرة جدا ما بتستمرش لاشهر او سنوات زي ما بعض الناس بتعمل. انعزالك مش معناه ابدا انك شخص عبقري او انك هتصبح في يوم من الايام اينشتاين، بل ان كل دي مجرد خرافات، وتعاملك مع البشر وتعاملك مع المجتمع هو اللي هيكون شخصيتك. فحبيت انوه عن خطورة الانعزال تماما عن البشر، لان انا شايف ان الموضوع بدأ يبقى ترند كده والناس كلها بدأت تتباهى بيه، وهو في الحقيقة شيء مش كويس ابدا، بل انه بيدمر شخصيتك وحياتك بالكامل. هنلاحظ ازاي ناسوبي بيتعامل مع الشخص بلهفة غريبة جدا بعد ما انعزل عن البشر تماما لعدة اشهر. وده كان يعتبر اول تفاعل بينه وبين البشر. طيب لو جينا نتكلم عن الاكل والشرب، ازاي ناسوبي كان بياكل ويشرب في الغرفة اللي هو موجود فيها؟ حتى دي يا صديقي كان بيعاني فيها اشد معاناة، والتفاصيل اللي هتشوفها دلوقتي حرفيا تخلي ناسوبي يصعب على الكافر. كانوا بيجوعوا ناسوبي تماما، وقبل ما يموت من الجوع كانوا بيكسبوه بعض الحاجات اللي ممكن تتاكل، ولكن بطريقة قذرة وبشعة جدا. كسب ناسوبي بالفعل اول جائزة مفيدة وممكن تتاكل، وهي عبارة عن 5 كيلو جرام من الرز الابيض. وشوف ازاي ناسوبي كان فرحان بالارز الابيض ولا كأنه كسب كنز. كوميكو كوميدا ناسوبي كوميدا كوميكو كيرو ديس. فرحة ناسوبي شديدة بالمكسب البسيط اللي كسبه بتأكد لك قد ايه هو قاعد بيعاني في المكان اللي هو عايش فيه، وازاي الارز الابيض اللي هو يعتبر حاجة عادية جدا بالنسبة له حاجة كبيرة جدا وضخمة كان بيتمنى الحصول عليها. وبعد ما كسب ناسوبي اخيرا الارز وفكر ان هو هيقدر ياكله بكل سهولة، فالموضوع ما كانش بالبساطة دي، لان ناسوبي اتصدم واكتشف ان مفيش اي ادوات طهي موجودة في المكان. وبسبب ان ناسوبي بالفعل كان هيموت من الجوع، فظهر قدامنا مشهد هو اكتر مشهد اثر فيا من البداية، وهو مشهد لناسوبي وهو قاعد ماسك الرز وبيحاول ياكله بدون ما يطبخ، على امل ان هو يسد جوعه او يلاقي اي حاجة ترضي معدته. بعد ما زهق ناسوبي من تناول الارز وهو ني، قعد يدور على فكرة ازاي يطبخوا بيها، وكانت الفكرة اللي خطرت على بال ناسوبي ان هو يحط الرز في علبة قديمة ويحط عليها ماء ساخن ويفضل سايبها لحد الصبح، يمكن تطرى شوية ويقدر ياكلها. وبعد عدة محاولات بائسة اخيرا نجح الامر، وقدر ناسوبي على الاقل ان هو يخلي الرز اطرى شوية. ちょっと待ってよこれ実験成功見て
كل مرة ناسوبي كان بيكسب فيها تحدي جديد ويجمع أكبر عدد من النقاط كانوا بيكسبوا حاجات ملهاش أي 30 لازمة. شخص موجود في غرفة زي دي محتاج للطعام والماء والشرب والاهتمام والرعاية، فكانوا بيقدموا لي بعض المكاسب السخيفة زي مثلا ان هو كسب دراجة معرفش هيعمل بها ايه، حاجات ملهاش اي قيمة ولا استخدام في الوقت الحالي بالنسبة لناسوبي، وده طبعا عشان يزودوا الالم النفسي والعذاب اللي بيعيش فيه. وبعد تعذيب ناسوبي لفترات طويلة بشكل بشع جدا قدام الجمهور، اخيرا قرروا ان هم يدخلوا له بعض قطع اللحم، وده طبعا عشان الجمهور اللي قاعد بيتفرج يشوف رد فعل ناسوبي على حصوله على قطعة اللحم، زي ما هو بيعمل دايما رد فعل رهيب جدا لما بياخد حاجة تافهة من شدة القلب اللي بيحس بيه. وبالفعل يا صديقي ده كان رد فعل ناسوبي بعد حصوله على قطع اللحم. قطع اللحم اللي حصل عليها ناسوبي بالفعل بتحتاج لطهي، وما كانش في اي وسيلة لطهي الطعام غير قلم جاف استخدمه ناسوبي وحط في قطعة اللحم واستمر في طهيها على النار طول الليل. واخيرا في النهاية وبطرق بدائية جدا استوت قطعة اللحم ويقدر ناسوبي ان هو ياكلها. وبعد كده يفوز ناسوبي بشيء عظيم جدا بالنسبة له في الوقت ده، وهو جهاز بلاي ستيشن. البلاي ستيشن بالنسبة لاي طفل في الوقت ده كان يعتبر حلم كبير جدا، وبالفعل فرح ناسوبي جدا بالبلاي ستيشن ولا كأنه طفل صغير. ولكن بعد فرحة ناسوبي الشديدة بجهاز البلاي ستيشن اللي كسبه، اكتشف ان هو اصلا ما عندوش شاشة عشان يشغله. يعني كالعادة وزي اي جايزة كسبها، البلاي ستيشن ملوش اي 30 لازمة في حياته. ولكن الخبر الحلو ان ناسوبي كان قطع نص الطريق وجمع نص مليون ين، يعني لساله كمان نص مليون ين ويكسب التحدي ويحصل على الحرية اخيرا. بعد كده كسب ناسوبي مكنسة ينظف بيها مكانه وفرشة اسنان، واعتقد انها حاجة مفيدة جدا بالنسبة لشخص ما غسلش اسنانه بقاله اكتر من 3 شهور. اول تعامل بين ناسوبي وبين البشر كان تعامله مع طبيب. طيب يا مرو، الطبيب ده كان بيجي للمكان عشان يطمن على صحة ناسوبي عشان هم بيحبوه وخايفين على صحته. بكل تأكيد يا عزيزي الطبيب ما كانش بيجي عشان السبب ده ابدا، بل ان وجود الطبيب من وقت للتاني كان عشان يطمنه على ان ناسوبي لسه ما تمش اصابته باي امراض خطيرة، وده مش من خوفهم عليه بل ان عشان التحدي يستمر الوقت اطول والناس تستمتع بالامه. وبالرغم من ان الطبيب اكد لهم ان ناسوبي مش بيعاني من اي مرض خطير، الا انهم دمروه حرفيا، حرموه من الاكل والشرب، حرموه من ابسط حقوقه كانسان، حرموه من الشمس والتعامل مع البشر. ناسوبي في الوقت ده تم قتله بالفعل، ولكن اغتيال معنوي وليس جسدي. والمفاجأة اللي ما كانش اي حد يتوقعها حتى منتجين البرنامج، ان ناسوبي اتشهر في وقت قصير بشكل كبير جدا، لدرجة ان كل الناس اللي موجودين في اليابان بدأوا يدوروا على الغرفة الصغيرة اللي ناسوبي موجود فيها، وحاولوا بكل الطرق ان هم يجدوا الغرفة دي، وبالفعل نجحوا في كده. وبعد ما عرفوا موقع ناسوبي اتجمع عدد كبير جدا من الجمهور قدام البيت، كمان عدد كبير جدا من الصحفيين كان موجود تحت بيحاول يقتحم المنزل بأي طريقة، الكل عايز يشوف ناسوبي بأي طريقة كانت. وهنا منتجين البرنامج بدأوا يحسوا بالخطر، فما كانش قدامهم غير خطة واحدة قبل ما الجمهور والصحفيين يقتحموا المكان، وهي انهم يتسللوا بالليل وياخدوا ناسوبي بدون ما اي حد ياخد باله وينقلوه لغرفة تانية. دخلوا على ناسوبي بالليل وهو نايم واقتحموا الغرفة، غموا عينيه وخدوه في سيارتهم وسافروا لمكان بعيد. ولما فتح ناسوبي عينه تفاجأ ان هو موجود في غرفة تشبه تماما الغرفة اللي كان موجود فيها، وتبدأ رحلة الحبس من البداية. والمنتجين قدروا ان هم يقنعوا ناسوبي ان هم بيعملوا ده لمصلحته، وللعلم ناسوبي مش مدرك تماما باللي بيحصل برا الأوضة اللي هو عايش فيها ولا عارف ايه اللي بيحصل. في المقر الجديد كسب ناسوبي بعض الاشياء زي مكتب وكرسي جديد، وقدر ان هو شغل البلاي ستيشن الخاص بيه اخيرا. سؤال اكيد خطر في بالك، ازاي ناسوبي كان موجود في الاوضه دي في بث مباشر قدام العالم بدون ما الجمهور يشوف السوكوسيكو، يعني الاماكن اللي ما ينفعش حد يشوفها ازاي كانوا بيخفوها في بث مباشر؟ اللي عمله المنتجين ان كان في شخص قاعد برا الغرفه ولكن بيتحكم في الكاميرا يمين وشمال عن طريق ان هو يتوقع حركه ناسوبي ويحركها في الاتجاه اللي هو هيمشي فيه، ومجموعه تانية من الناس قاعده بتجيب صوره البازنجانه اللي انت بتشوفها قدامك على الشاشه دي عشان تمشي مع الجزء ده تم اخفائه عن الناس. ودي كانت فكرة اول مرة تتعمل في تاريخ البث المباشر، وكانت بالفعل فكرة ناجحة جدا. بعد ما عاش ناسوبي اصعب لحظات حياته بعد معاناة وجوع وألم، وأيام وليالي كان بينام فيها ناسوبي بيبكي من شدة الجوع. وبعد ما دخل البرنامج شخص كوميدي حب يضحك الناس،
فأبكانا كلنا. وبعد ما حالته بقت تصعب على الكافر، بدل ما يتم إنهاء البرنامج وخلاص كفاية لحد كده، وجد المنتجين إن نسوبي بيتابعوا 17 مليون إنسان، فشافوا إن هما ما ينفعش أبدا ينتهوا لحد هنا، وإن هما لازم يكملوا ويستمروا مع نسوبي أكتر وأكتر. فاقتحم المنتجين غرفة نسوبي وهو نايم واحتفلوا معاه بطريقة قذرة وبشعة جدا بفوزه. نسوبي أخيرا جمع المليون ين وقدر إن هو يكسب التحدي. جابوا له ملابس جديدة وخدوه في رحلة طويلة يحتفلوا بنجاحه. بعد ما لبس نسوبي ملابس لأول مرة بعد 11 شهر حس بشعور غريب جدا. شعر نسوبي بعدم الراحة في ارتداء الملابس وحس ان هو عايز يقلعها في اسرع وقت. جسمه خلاص اتعود على الالم والتعذيب النفسي اللي كان بيعاني منه، وشاف ان مكانه الطبيعي ان هو يكون موجود في الغرفة الضيقة، وكان مستغرب تماما من العالم اللي هو بيشوفه ومش مصدق اللي عينه شايفاه. كمية الم وضغط نفسي على الانسان ده مش طبيعية ابدا. بعد ما فرح نسوبي وشاف العالم مرة تانية اخيرا، وقبل ما يدوق طعم الحرية خدوا المنتجين وغموا عينه مرة تانية وخدوه في واحدة من الغرف كان فيها نفس الأظرف والمجلات. كانت نظرات نسوبي حرفيا تقطع القلب وبتدل على انه تعب خلاص من الالم النفسي اللي كان بيعاني منه. لكن المنتجين صدموه قالوا له انت دلوقتي موجود في كوريا ولازم تجمع اكبر عدد من النقاط عشان ترجع تاني لبلدك عن طريق تذكرة الطيران لليابان، ومش هتخرج من الغرفة دي الا ما تجمع المبلغ المطلوب عن طريق نفس اللعبة. وبكل هدوء خلع نسوبي ملابسه للمرة التانية وقعد في الغرفة وتبدأ المعاناة من جديد. سكوة؟ استمروا في تعذيبه بنفس الاساليب والطرق البشعه داخل الغرفه لمده شهرين كاملين. لكن اللي صدمهم ان نسوبي كسب التحدي بشكل اسرع، فبدل ما يعرفوا ان هو كسب ويروحوه غلوا سعر التذكره. بدل ما يسافر نسوبي في الطيران العادي هيسافر في درجه الاعمال، وبكده نسوبي هيكون محتاج يكسب 9000 ين وبالتالي هيقضي مده اطول. واخيرا نسوبي قدر ان هو يجمع المبلغ المطلوب وهيسافر خلاص من كوريا لليابان بلده ويعيش حياه سليمه مستقره. ولكن للاسف الشديد المنتجين عملوا ابشع واقذر نهايه ممكن تتخيلها لبس تلفزيوني. الصدمة اللي هتفضل سايبة اثر شديد جدا في حياة نسوبي واللي مفيش اي انسان ممكن يتحملها. تم نقل نسوبي لغرفة جديدة مرة تانية وامروه ان هو يخلع ملابسه بشكل كامل كالعادة. وبكل هدوء زي ما تعود نسوبي قلع ملابسه بالكامل. لكن الصعب جدا والصدمة هي ان نسوبي وجد نفسه عاري تماما قدام عدد كبير جدا من الجمهور. جمهور ضخم كلهم بيضحكوا عليه وبيسخروا منه وبيتنمروا على منظره وهو عاري تماما قدامهم. ولك ان تتخيل يا عزيزي كمية الالم النفسي اللي عانى منه نسوبي في اللحظة دي. خمستاشر شهر من التعذيب والألم النفسي لنسوبي، 15 شهر حولوا فيهم نسوبي من شخص سوي لمريض نفسي. معاناة نسوبي من اللي حصل له مستحيل تفرقه أبدا مدى الحياة، وهتفضل تلحقه طول الوقت. وكل ده يا عزيزي عشان حلم ان هو يصبح ممثل كوميدي مشهور، فتم اغتياله معنويا وممارسة ضده أبشع أنواع التعذيب النفسي. يتبقى السؤال اللي قاعد بيراودني طول الوقت، ازاي كل الناس دي كانت بتتفرج على نسوبي واللي بيحصل فيه بدون ما يكون في اي واحد منهم عنده ذرة مشاعر او رحمة او انسانية؟ ازاي ما فيش واحد من الجمهور اللي كانوا بيتفرجوا على البث المباشر تعاطف مع نسوبي وحاول ان هو ينقذه من اللي بيحصل فيه؟ هل كل الناس اللي كانت بتتفرج دول كانوا عبارة عن وحوش بشرية؟ 17 مليون واحد بيتفرج على بث مباشر، مفيش واحد في قلبه رحمة فيهم؟ صحيح ان نسوبي كان بيعمل كل اللي هو بيعمله ده باختياره وبارادته، ولكن انا بأكد لك يا صديقي ان نسوبي كان مسلوب الارادة تماما. فاللي حصل مع نسوبي في بدايته لو حصل لأي شخص تاني والاشهر الطويلة دي من العذاب النفسي والالم هيخليه مسلوب الارادة تماما. وكل اللي كان بيعمله نسوبي ده كان بدون ارادة لانه ما كانش مدرك اللي هو بيعمله. نسوبي بسبب الالم والضغط النفسي اتحول من انسان لمجرد آلة بتتبع وبتنفذ الاوامر فقط، وده كان واضح جدا في البث المباشر قدام العالم كله. اعتقد يا عزيزي انك لاحظت الموضوع ده. بعد التجربة القاسية دي لنسوبي كان في جانب مشرق من الحكاية،
وهو أن ناسوبي بالفعل حصل على الشهرة اللي كان بيتمناها. كمان كتب مذكراته اللي اشتراها آلاف الناس وحصل على مبلغ كبير من المال. صحيح أن ناسوبي ما اتشهرش زي ما كان بيحلم على أنه يكون ممثل كوميدي مشهور وقصته أصبحت قصة مأساوية، ولكن على الأقل حقق جزء من حلمه وبدأ بيتقال عليه شخص مشهور. كانت قصة ناسوبي هي واحدة من أكتر القصص اللي أثرت فيها بشكل كبير جدا، وعشان كده حبيت أن أنا أنقلها لكم. وكانت أكبر صدمة بالنسبة لي زي ما قلت لكم هي سكوت كل الناس دي على اللي بيحصل لناسوبي. الموضوع مش طبيعي ابدا ومريب، وحاسس ان في حاجه غريبه بتحصل. هل فعلا حاجه غريبه ان كل الناس دي مجتمعه وبتتفرج على اللي بيحصل لناسوبي بدون ما اي حد يحاول يتدخل؟ اتمنى ان انت تقولي رايك تحت في الكومنتات، لان رايك بالنسبه ليا هيكون مهم جدا. كمان لو حابب تشوف المزيد من الفيديوهات والحاجات اللي انا ما قلتهاش في الحلقه اللي حصلت لناسوبي، فهتلاقيها موجوده على الانستجرام اللي ظاهر قدامك على الشاشه دلوقتي. ولو وصلت للنهايه فما تنساش ان انت تضغط زرار اللايك عشان اعرف كم واحد وصل معايا للنهايه. وخد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما اشوفك على خير في مقطع جديد. والسلام.